التوفيق انطلاقة الشوط السادس والعشرون بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية مع انطلاقة يوم منافسات السن اللقاية، ونحن على موعد بإذن الله تعالى في تمام الساعة الواحدة من ظهيرة هذا اليوم بالاستمتاع بمنافسات سن الإجذاع من مسافة 5 كيلومترات بتواصل المنافسات المستمرة من السباق المحلي التاسع. التواصل بالنداء مع الأسماء الخمسة المتقدمة لأرى أول المراكز، وأرى سهاجة على المقدمة، تعود الملكية سهاجة لمن حامل راشد بن حبيبة من يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة. ثاني المراكز التواجد والتقدم من قبل جبارة سالم بن أحمد بن سعيد بن حوتة العامري، والتواصل مع المركز الثالث أرى الشهانية بشعار بن نومان سالم بن محمد، أو هنالك شعار بن نابت سالم بن محمد بن مجاد بن صالح النابت يقدم لنا الشهانية مع المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع من الجانب الأيمن تواجد وتقدم صرايم لسالم بن حمد بن كردوس بن عبيد العامري، والمركز الخامس شهانية لسعيد بن حمد بن محمد بن الأسود العامري. هذا هو النداء الأول للخمسة الأسماء المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط ما خلف الخمس. نتابع على الكادر الأسفل هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة، شعارات لها سجلات حافلة، إنجازات مستمرة مع أيضا منافسات السن الصغار والكبار تواجدت في هذه المسيرة، وكل المشاركين لهم الأمنية بانتزاع ناموس هذا الشوط، ولكن الناموس واحد، ولمن من هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة. أعود إلى مجريات هذا الشوط لأرى المركز الأول، لأرى الصدارة والمقدمة، تواجد وتقدم جبارة والجبروت لله سبحانه سالم بن أحمد بن سعيد بالحوتة العامري يقدم لنا جبارة مع أول المراكز. المركز الثاني التواجد من قبل السهاجة لملحان بن راشد بن حبيبة المري، والثالث التحديات من الجانب الأيمن أرى انطلاقة وتقدم صرايم لسالم بن حمد بن كردوس بن عبيد العامري مع المركز الثاني. بهذه اللحظات يأتي شعار بن حبيبة على المركز الثالث رابع المراكز. التقدم والوصول من المركز الرابع أرى تقدم من قبل أحد الشعارات المميزة بهذه اللحظات. اتضحت أمور على من تتواجد على المركز الرابع، الظبي لحمد بن سير بن خيرات بن دودة العامري، والمركز الخامس الغدوم من الشهانية لسالم بن محمد بن بجاد بن صالح النابت على المركز الخامس. بدأت الأسماء الخمسة الخماسية الماسية تنفرد على الأسماء المتبقية بانطلاقتها الجميلة، ولكنني أرى من انفردت في هذه اللحظات وانطلقت مع الصدارة صرايم، من أصرت بالانطلاق مع أول المراكز. صرايم لسالم بن حمد بن كردوس العامري يتواجد شعاره مع المركز الأول. المركز الثاني انطلقت شانية حلقت على المرتبة الثانية مع افتتاحية الكيلو متر الأخير بشعار سالم بن محمد بن بجاد بن صالح النابت يتواصل شعاره على ثاني المراكز بهذه اللحظات لتبقى ثنائية على الصدارة على المقدمة مع هذا الحوار الجميل مع انطلاقة صرايم ومع تقدم الشهانية. يا سلوب بدأت الأسماء تتنافس ببعضها البعض مع انطلاقة صرايم والشهانية. الشهانية وصرايم شعار سالم بن حمد بن كردوس بن عبيد العامري، وشعار الغادم لسالم بن محمد بن مجاد بن صالح النابت. انطلقت الشهانية مع الصدارة لتحلق بناموس هذا الشوط رغم صغرها، إلا أنها تنطلق بانطلاقات الكبار. ما شاء الله يا الشهانية، الشهانية لسالم بن محمد بن بجاد بن صالح النابت بانفرادة مميزة عن بقية الأسماء. هذه السلالة الشهانية دائما وأبدا تثبت الوجود بالانطلاقات المميزة وبالانفرادات الجميلة. نهني سالم بن محمد بن بجاد بن صالح النابت على هذا الفوز المستحق
وعلى حصول الشانية على أول المراكز وانطلاقتها إلى خط النهاية. معلن الفوز هو الناموس. المركز الثاني كان الوصول قبل ثاني المراكز صرايم لسالم بن حمد بكدوس العامر. المركز الثالث الظبي لحمد بن سيف بن خالد الدود العامر. المركز الرابع كان الوصول من قبل فرحة لعبد الله بن زايد المنصور سيف خيرين. المركز الخامس الحائزة لراشد بن عبد الله بن زيد بن ديلة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، شاهدنا المنافسة التي دارت ما بين الشعارات بانطلاقات مميزة. ولكن نذهب إلى التوقيت الزمني وإلى لحظة وصول الشانية إلى خط النهاية. معلنة الفوز والناموس 6 دقائق بلا شك. وتوقيت الشانية 13 ثانية 89 جزء من الثانية. الثاني التبركات لسالم بن حمد بالإمداد بصالح النابت على هذا الناموس المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل ثاني المراكز. المركز الثاني صرايم 6 دقائق 18 ثانية 42 جزء من الثانية. الثاني التبركات لسالم بن حمد بكردوس العامري على هذا الفوز المستحق. ثالث المراكز ووصلت الظبي 6 دقائق 19 ثانية 59 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك الظبي حمد بن سيف الخيرات الدوده العامري. ما كان